قالت شركة غاز بروم إنها أوقفت بالكامل توريد الغاز إلى شركة غازوم الفنلندية بسبب رفض الأخيرة تسديد قيمة الغاز بموجب المخطط الجديد بالروبل الروسي. ونوهت الشركة الروسية بأنها زودت شركة غازوم وفي عام 2021 الماضي بمليار و490 مليون متر مكعب من الغاز، أي ثلثي إجمالي استهلاك الغاز في فنلندا. وفي إبريل نيسان الماضي أخطرت شركة غاز بروم أكسبورت شركة غازوم بأن المدفوعات المتفق عليها في العقد معها يجب أن تتم بالروبل في المستقبل وليس باليورو. وأردفت القول أنه مع حلول نهاية يوم العمل في 20 من مايو أيار لم تستلم شركة غاز بروم أكسبورت أي مدفوعات مالية من غازوم مقابل إمدادات الغاز في إبريل وفقا لمرسوم الرئيس الروسي رقم 172 بتاريخ 31 من مارس آذار 2022. ويوم أمس أبلغت غاز بروم أكسبورت شركة غازوم بأنها ستوقف ضخ الغاز إلى فنلندا اعتبارا من صباح اليوم السبت الموافق 21 من مايو أيار. وبالفعل تم اعتبارا من الساعة 7 من صباح اليوم وقف ضخ الغاز إلى فنلندا. من جانبها قررت الشركة الفنلندية اللجوء إلى التحكيم لأنها تعتبر طلب الجانب الروسي مخلا لشروط العقد. يشار إلى أن فنلندا كانت أكدت استعدادها لتقليل استيراد الغاز من روسيا، ونوهت بأنه ستتم في كل الظروف تلبية احتياجات الغاز المباشرة للبيوت والمنازل وكذلك لمنشآت الخدمات العامة الأساسية. وقالت وزارة العمل والاقتصاد الفنلندية يمكن لشركات الطاقة التحول، وقد تحول بعضها بالفعل من الغاز إلى أنواع أخرى من الوقود بشروط السوق، والبعض الآخر تحول إلى استجرار الغاز من بلدان البلطيق. وكانت تقدمت كل من فنلندا والسويد بطلبات رسمية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو الأربعاء 18 من مايو أيار. وتلقى الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ طلبات من سفيري فنلندا والسويد لعضوية بلديهما في الحلف ببروكسل. وكان اعتمد قرار الانضمام الثلاثاء 17 من مايو أيار من البرلمان الفنلندي بأغلبية 188 صوتا مقابل 8 أصوات ضد الانضمام، وقد تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة والرئيس سولي نينيستو. كذلك وقعت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي على الطلب السويدي، بينما سينظر مجلس الناتو أولا في طلبات العضوية، بعدها يجب التصديق على اتفاقية العضوية على المستوى الوطني في جميع دول الحلف 30. وعلى الجانب المقابل قال رئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تستطيع الموافقة على عضوية السويد وفنلندا في الناتو لأن هذه الدول ترفض بحسب قوله تسليم الإرهابيين وفرضت عقوبات على أنقرة. وأضاف أنه لا معنى لقدوم وزيري خارجية السويد وفنلندا إلى تركيا لإقناع تركيا بالموافقة على طلباتهما في الناتو، حيث وضعت تركيا 3 شروط لانضمام البلدين إلى الناتو، أولهما إنهاء دعمهما للجماعات التي تعتبرها تركيا إرهابية وتقديم ضمانات أمنية واضحة ورفع حظر التصدير إلى تركيا.